دي وحشة قوي بس هشربها يعني. في البداية فخامة الرئيس أود أن أشكرك وأشكر أنت ما شاء الله تفهم اللغة العربية. نعم بالنسبة لنا هذه مقولات نظرية، بالنسبة لنا ليست هذه مقولات نظرية. أحسن حاجة في الحشيش ده إنه مجهوش بيت. وفي الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية. إذن يبدو أنه جانب قصير من